اهلا بحضراتكم مره تانية. رمضان موسم من مواسم الفرز الدراميه والفنيه طول الوقت. اي رمضان بيخلص طول الوقت بيطلع لنا منه وجهين ثلاثه اربعه، اما بنعيد اكتشافهم او يكونوا لسه في البدايه، ولكن بيحصل حاله من الجدل حواليهم بسبب الدور اللي بيعملوه او بسبب ادائهم المتميز. واحده من الافرازات رمضان السنه دي او اللي خرجوا ناجحين او اللي خرجوا بحاله جدل من رمضان السنه دي، سواء على مستوى نجاح المسلسل اللي شاركت فيه او على مستوى ادائها او على مستوى كمان المشاكل اللي حصلت حوالين المسلسل، هي الفنانه الشابه مي عمر اللي مشرفانا النهارده في قصر الكلام. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا سيدي. منورانا. ميرسي. والف مبروك على نجاح الاسطوره. ميرسي. خليني ابدا معاكي برضو من البدايه الغير متوقعه بالنسبه لبعض الناس. انه كنت في حاله عشق، كنت في الطبال، ثم جه الاسطوره ودى مي عمر في منطقه تانية. ايه السبب في كده؟ هل علشان العمل نفسه ولا الشغل محمد رمضان، ولا كنت محتاجه سنتين ثلاثه علشان تبداي تظهري للناس بشكل جديد؟ انا اعتقد ان هو ميكس من الحاجات دي كلها. يعني افتكر انا اخدت اكسبيرينس اكتر بكتير، بقيت يمكن اجرأ قدام الكاميرا، مع ان انا الدور محطوط في مسلسل مهم، الفوكس كان عليه، اتشاف كويس، كتير يعني حاجات كتير مع بعض هي اللي خلت الدور كده. اداء مي عمر نفسه هل اختلف من عن السنتين اللي فاتوا؟ طبعا. ازاي؟ لا اكيد بقى، يعني انا حاسه ان بقى لما تتقال لي المعلومه اعرف اديها اكتر، مبقتش بقى مكسوفه زي الاول. يمكن انا عملت مسرحيه في النص، ودي من الحاجات اللي فرقت معايا جدا. هل ليه علاقه بالمخرج بتاع المسلسل؟ طبعا اكيد، لان محمد معروف عنه ان دايما اي ممثل بيمثل معاه بيطلع بشكل مختلف، قادر يبروز الناس. طبعا دي معروف عنه، يعني انه يطلع من الشخصيه الهاديه دي كل الانفعالات اللي كانت موجوده مع شهد. اعتقد انه محمد هيبقى مشهود ليه. بس خلينا اروح للبدايه، انت كلمتيني عنها شويه بنطلع هوا، وهي المسرح. وحاجه يعني ربما ما حدش يعرفها خالص دلوقتي. انت اشتغلتي مسرح في مسرحيه بابا جاب موزه مع الفنان طلعت زكريا. تقييمك ايه لتجربه المسرح؟ طول الوقت الفنانين بيخافوا من المسرح، وطول الوقت برضه الفنانين يقول لك احنا نفسنا نرجع المسرح لمجده. شايفه التجربه دي ازاي؟ هو انا كنت عملت مسلسلين. يعني كنت لسه بادئه، يعني فعملت مسلسلين، وبعدين دكتور اشرف زكي كلمني قال لي ماي انا عايزك في مسرحيه. فقلت له يا دكتور اشرف يعني مفيش مسرح يعني. قال لي لا، انت مالكيش دعوه في مسرح او مفيش مسرح، انت جايه المسرحيه دي عشان تتعلمي. انت جايه اعتبري ان انت دخلتي المعهد. فعلا دخلت، انا كنت داخله المسرح بنيه ان انا عايزه اتعلم. فكان في تمرينات كتير جدا، كنا تمرينات صوت وتمثيل وحاجات كتير جدا جدا جدا. يمكن قعدنا 6 شهور قبل العرض، وعرضنا لمدة سنة. فسنة ونص من التمرين، ان انت تواجه الجمهور، ان انت ما تتكسفش، ان انت لو اتلخبطت تلحق نفسك وتتعامل عادي. فكل الحاجات دي انا حسيت ان يمكن ادائي فرق جدا من قبل المسرح وبعد المسرح. ممكن تعيدي تجربة المسرح تاني؟ طبعا. حتى لو مسرح مش كوميدي، حتى لو مسرحيه جاده جدا، يا ريت. يعني مش خايفه؟ مش زي كل الناس اللي بتخاف جهدنا ووقتنا وكله بيضيع في المسرح وبنشتغل كل يوم؟ ما هو طبعا مجهد جدا وبياخد وقت جدا، بس هو مختلف، احساسه مختلف. طيب خلينا بقى نروح للمنطقه الشائكه زي ما بيقولوا. رمضان خلص ولسه احنا عايشين حتى الان في الازمه بتاعت الاسطوره والخلاف حوالين مسلسل الاسطوره. ده بيفسد الشباب، ده بينشر البلطجه، ده بينشر العنف. حتى اللحظه اللي احنا عايشين فيها ما اعتقدش الجدل هينتهي. ليه؟ انت شايفه الحدوته دي ازاي؟ يعني وانت بتشتغل في المسلسل ده وانت بتقرا الورق، وبعد حتى ما شفت تعليقات الناس، شايفه الموضوع ده ازاي؟ بص انا استغربت شويه من الفيدباك ان هو قايله ان هو بينشر البلطجه، لان مش دي النيه خالص كانت بتاعت المسلسل. ان بالعكس، ان احنا جبنا الشخص ده لما تحول بقى شخص سيء هو نال جزائه في الاخر. ويمكن ناس كمان كتير اعترضت ان النهايه كانت قاسيه زياده، او ان كل خسر حتى اللي حواليه. بالظبط، فكانوا حتى في ناس شايفه ان ده زياده قوي. فبالعكس احنا نهينا المسلسل ان يا جماعه اللي بيعمل كده نهايته هتبقى مش نهايه كويسه. فازاي احنا بنحرض على البلطجه وازاي احنا النهايه كده؟ يعني اعتقد ان لو كان في تحريض على البلطجه او لو كانت دي النيه، كان ممكن بتفاصيل بسيطه قوي تتحط في اخر 10 حلقات تخليك تتعاطف مع البطل، بس ده ما حصلش. ان كل حاجه بتحصل كانت بتخليك ان انت
تتضايق من البطل، تكره البطل. يعني انت شايف ان انت خرجت من المأزق ده بانه مصيره كان مصير اسود طبعا. لكن كل الكلام بقى بتاع الناس ومحمد رمضان، انت شايفاه في مبالغه ولا شايفاه خوف من الناس على فكره نشر فكره؟ لا انا شايفه ان يمكن عشان الجدل ده معمول على رمضان بقاله فتره، فلما بتبقى انت واخد موقف من حد من حته معينه، فما بتقدرش من اول عمل تقول اه لا ده كان قصده كذا. هتحسيها خصومه شخصيه محمد رمضان نفسه يعني، حاسه ان اه ان في ناس بتبقى متحامله زياده على محمد رمضان شويه. طيب الناس بدات تتكلم، فمعانا الاستاذ احمد من الغربيه. مساء الخير يا استاذ احمد. استاذ احمد. عليكم السلام. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. عليكم السلام. وعليكم السلام، اتفضل. من فضلك كنت عايز الفنانه مي عمر. اتفضل يا فندم، انا بتسمعك. طيب خط فصل، خلينا نيجي تاني، واضح ان هو من الصدمه. طيب برضه حوالين المسلسل حصلت مشكله طول الوقت، اكيد كل مصر اتكلمت فيها. ما بين كل مشهدين كانت بتظهر مي عمر، وكلام انه مي عمر هي زوجة محمد سامي المخرج، فبالتالي كان بيزق لها مشاهد او بيكبر لها مشاهد جوه المسلسل. شفتي الكلام ده ازاي؟ اذا كان الاول تجني على محمد رمضان، شايفاه ازاي؟ هل ده كان الدور المكتوب في الورق من الاول؟ هو ده الدور المكتوب في الورق من الاول، وكلنا قارين الورق، كلنا معانا ادوارنا، وكلنا عارفين ادوار بعض. ويمكن الكلام اللي اتقال انا فوجئت بيه، لان ما حصلش مشكله فعليه في اللوكيشن. يعني لو كان في حد معترض على حاجه زي كده، اعتقد كان المفروض انها تظهر او يتقال لا يا جماعه انا معترض، لكن احنا طول التصوير ما كانش في اي مشكله، فالمشكله ظهرت فجاه بدون مبرر. يعني انا لحد دلوقتي مش عارفه ايه سبب المشكله، حتى بعد كلام ياسمين وبعد كلام نسرين. ايه اللي يخليهم ممكن يعملوا كده؟ ما اعرفش. لا بجد، ايه اللي يخلي حد ساكت طول وقت الشغل، وخصوصا ان قالوا ياسمين انسحبت في اخر 3 4 مشاهد؟ هي اللي حصل في موضوع، انا مش عايزه اتكلم قوي في الموضوع ده، لان يعني هي حاجه ما تخصنيش بصراحه. يعني هو انا اسمي اتقال كده فجاه؟ هي ياسمين اللي عرفته، انا كلمتني صحفيه قالت لي ايه المشكله اللي حصلت بينك وبين ياسمين. كنت انا خلصت دوري اصلا في المسلسل، فقلت انا ما عنديش مشكله خالص مع ياسمين. قالت لي هي بتقول انها انسحبت من المسلسل بسبب ان النهايه بتتغير لصالح مي. فاستغربت جدا، لان انا صورت اصلا نهايتي بكل حاجه، فانا مش فاهم. فاتصلت سالت ايه يا جماعه اللي بيحصل، عرفت ان هي كان عندها مشكله في مشهد النهايه بتاعها، ان اعتقد ان هي كان مفروض الفينال بتاعها كان ان ناصر بيقول لها انا يا تمار عشان اعجبك عملت وعملت وعملت، في الاخر خسرت كل حاجه. فقالت لا يا جماعه انا فاهمه ان تماره هتكمل مع ناصر وهيخلص المسلسل ان هما متجوزين وقاعدين في بيت واحد. فلما اتقال لها لا، قالت الكلام ده في الصحافه. قالت الكلام ده. طب اذا كان ده كلام منطقي من بالنسبه لياسمين، ايه اللي يخلي النسرين بعد المسلسل يخلص والضجه تخلص كلها تكتب على فيسبوك او تقول للصحافه انه لو كنت اعرف من الاول انه مي عمر مرات محمد سامي انا ما كنتش هدخل المسلسل؟ ما اعرفش، هي ما كانتش تعرف ان مي عمر مرات محمد سامي. ما بانش خالص في اللوكيشن، واضح ان كان في حرص، كنتوا مخبيين على الناس. مش عارف، ما اعرفش اتفاجئ بايه بصراحه. ده اجواء الاجواء ما بينك وبين نسرين تحديدا في انا نسرين صورت معاها يعني مشاهد كتير جدا. يعني يجمعنا مشاهد كتير. هل وضح اي الاجواء كانت كويسه جدا، ما كانش عندنا اي مشكله. اتصدمتي طبعا؟ اه طبعا، لان احنا يعني لما تبقى علاقتك بزميل ليك كويسه جدا في اللوكيشن، اه احنا ما كناش بس فريندز، بس كزمايل علاقتنا كويسه جدا، ما عندناش اي مشاكل مع بعض. وفجاه يوم 7 رمضان تفاجئ ان بيجي لك بيبعت لك سكرين شوت على موبايلك، بص نسرين كاتبه ايه. لدرجه ان انا الوهله الاولى افتكرت ان في حد عامل هاكينج للاكونت بتاعها وكتب الكلام ده، لان مش منطق. لا ما كلمتهاش. ما كلمتيش ياسمين؟ لا. ما فيش اي لقاء حصل ما بينكم فاتكلمتوا فيه خالص؟ طب بالنسبه للناس اللي كانوا موجودين في العمل، خصوصا فنانين كبار زي الفنان فردوس عبد الحميد والفنانه روجينا، هل اتدخلوا في الموضوع ده؟ ليه ما طلعوش يتكلموا في الموضوع ده؟ اتكلموا في الموضوع ده ازاي؟ اتكلموا في كل حته. اي انترفيو بتعمله مدام فردوس او روجينا ومحمد رمضان كمان اتكلموا، معطي اتكلم، كلهم اتكلموا. كنا في ندوه قريب كلهم اتكلموا،
لا بالعكس، كله بيتكلم وكله بيوضح وكله بيقول يا جماعة الأدوار من الأول ومفيش دور زايد وكل الورق معانا والأدوار زي ما هي. ف أنا معرفش هل الصورة اللي هما كانوا متخيلينها إن الدور يطلع بيه كان مختلف عن اللي ظهر فتضايقوا؟ هل انت حسيت انك بتدفعي ضريبه انه نجحتي في الدور بتاع شعر؟ حتى لو يعني شويه مش مشكلة يعني المهم يعني مش المهم مشكلة الحمد لله. طب وقت التصوير قلتي او بعدها قلتي ان انت رفضتي ادوار كتير جدا وانت بتصوري المسلسل ده علشان تتفرغي لمسلسل الاسطوره. ايه الدور اللي ممكن مي تتفرغ له تماما في الفتره اللي جايه؟ وايه الايام اللي ممكن نشوف فيها مي بتشتغل في 3 4 مسلسلات؟ ولا ضد المبدأ أصلا؟ لا أنا صعب شوية أشتغل في 3 4 مسلسلات بصراحة، يعني أنا بحب أركز شوية. يعني أنا بالنسبة لي إن أنا عملت طول ده كده كتير، يعني ما أقدرش إن أنا أمثل في أكتر من كده. أنا بحس إن محتاجة أركز ومحتاجة كمان إن أنا عندي personal life، يعني محتاجة إن أنا أقدر أعمل الروتين اليومي بتاعي يعني. مفيش لكن بقى إن الكلام أنا بتاع أشتغل في 4 مسلسلات أنا بقى أنا بعمل هنا، كده عشان الانتشار وال لا ما مش يعني مش عايزه امثل وخلاص بصراحه. يعني نفسي اعمل ادوار مهمه، ادوار احبها ما ندمش بعد كده انا عملت الدور ده. فبحب اركز في الحاجات اللي انا بعملها. لما بيكلموك على شهد طول الوقت بتقولي انها كانت شخصيه طيبه وبتحب ومش خبيثه، بس نهايتها كانت صعبه. جدا. هل دي نهايه طبيعيه لشخص طيب المفروض في الزمن حتى في حياتك الشخصيه؟ احيانا احيانا ساعات لما الشخص بيبقى طيب زياده او على نياته زياده وبيخلي الناس تيجي عليه تيجي عليه، بتبقى نهايته مش ظريفة. عشان تعملي شهد استعدتي ليها ازاي وهي بعيد تماما عن شخصيتك؟ لا استعدتي يعني من قبلها بكتير، بدأت اخد انا قبل رمضان بحوالي 4 5 شهور دخلت كورس تمثيل علشان عارفة ان انا داخلة رمضان مسلسل او 2 او وات ايفر، فبدأت اخد كورسات جنرال تمثيل. بعد كده لما جالي دور شهد بدأت ان انا اغير التمرينات دي ان هي تبقى كلها على شخصية شهد. فبدأت استعد بقى لشخصية شهد، نزلت كمان اماكن، قعدت مع بنات، دخلت بيوت ناس في اماكن معينة يعني. طيب عموما دخلت اهلا بكم مره ثانيه، لسه مكملين حوارنا مع الفنانه مي عمر، واحده من الوجوه اللي نورت في موسم رمضان اللي فات. قبل الفاصل كنا بنتكلم على استعداديتي ازاي لشهد. انت نزلتي ورحت بيوت ورحت حارات وعشت في وسط طبقه انت مش مختلطه بيها قوي، في ظل بقى اللي عمالين بنسمعه دلوقتي عن ارتفاع اسعار ومشاكل اجتماعيه، شايفه الناس دول ازاي؟ شايف الوضع ازاي؟ شايف الناس في مصر ازاي؟ هو يمكن انا لما دخلت يعني بيوت ناس معينه اتصدمت شويه، لان ساعات كنت بحس ان في مبالغه في التلفزيون او ايه ده، لا هو حي الواقع اسوأ بكتير 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 من اللي احنا شايفينه واللي احنا متخيلينه. لما بتقري بقى الاخبار بتاعت ارتفاع الاسعار دلوقتي والناس اللي بتتجنن، يعني بحقيقة ما الناس يعني الله يكون في عونها هتعمل ايه؟ ما فعلا الاسعار بتزيد بس الدخل مش بيزيد، فهم يعملوا ايه؟ مهتمه بالسياسه وتابعه للسياسه؟ مش قوي. ولا خلال ال5 سنين اللي فاتوا بعد طبعا ثوره خلال وزهره؟ ال5 سنين زي كلنا يعني، حتى كان في ناس كتير مش مهتمه بالسياسه، من ساعه الثوره بداوا يفهموا اكتر وعندهم وعي اكتر يعني. شايفه ان السنين اللي فاتت دي تبع ايه ناس؟ طبعا. تقييمك ايه بقى اللي حصل في 25 يناير و30 يونيو كده كمواطنه عاديه؟ انا كمواطنه عاديه انا نزلت مثلا يوم 25 يناير، بس انا يمكن نزلت بنيه مختلفه شويه. انا ما كنتش نيتي، كنتش لسه فاهمه قوي ساعتها وما كنتش نازله، انا نازله يا جماعه عايزه اشيل رئيس الجمهوريه. انا قريت على الفيسبوك في ثوره هتنزل عاملين حمله علشان كانت ساعتها اسمها عيش كرامه عداله اجتماعيه، عيش حريه عداله اجتماعيه بالظبط. فده اللي انا كنت يعني كنت نازله له، وكان في نيتي ان احنا نعمل ثوره علشان البلد تتحسن علشان يبتدوا يحسوا بالناس عشان يحصل تطورات. وبعدين لقيت ان الثوره تطورت، مش هنمشي هو يمشي. ف انا كنت مختلفه عشان انا مش عارفه هو الصح ان هو يمشي ولا ان هو يقعد حقيقي، بس انا عارفه ان في مشاكل في البلد ومحتاجه يعني تتصلح، وان في ناس كتير طبقه كبيره جدا يمكن انا ما كنتش حسب المشاكل ممكن ابقى انا قاعده مرتاحه، بس في طبقه كبيره جدا 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 بتعاني من حاجات كتير ابسطها الصحه مثلا صحيح. يعني.
فكان في نيتي البلد محتاجه انها تحسن ازاي ما اعرفش. خفتي فتره الاخوان؟ كنت خايفه؟ كنت خايفه كمان على عملت ايه في سنه الاخوان دي؟ في الاول لا في الاول لا يمكن في الاول كان بالنسبه لي اول كام يوم كده بدات اللي هو ابص للدنيا بتفاؤل شويه. ايه ده انا حاسه ان الشوارع بدات تنظف. طب يا جماعه ما يمكن احنا فاهمين غلط، ما يمكن احنا ليه واخدين الفكره دي عنهم. ما حقيقه انا ضد التعميم عامه، يعني عادي ان انت تبقى واخد فكره عن ناس معينه ويطلع لا، او ممكن يبقى هم كده بس في شخص كويس يعني ملهاش علاقه. بس بعد كده لقيت ان لا، يعني ان البلد برضه في تدهور اكتر من الاول. يعني انا بصراحه مش فارق معايا مين اللي يمسك البلد، المهم ان البلد تتحسن. صحيح. واعتقد ان كل الناس كده، يعني لما الناس حملت على الاخوان ما كانش ضد الاخوان، ما هي الناس هي اللي رشحت الاخوان واختاروهم، بس هما لما ما لقوش تحسن ابتدوا يطلعوا تاني وينفجروا تاني. عاوز يسرق بلده منهم. هي الناس نفسها تحس بتحسن بس. ناس كتير ما تعرفش ان انت درست اعلام جامعه امريكيه، لكن ما اشتغلتيش في اعلام واشتغلت في الفن. ايه السر كده؟ هو انا يمكن لما ليه ما اشتغلتيش في الاعلام؟ هل الدنيا اتقفلت فروحتي تشتغلي؟ لا لا خالص، هو انا اشتغلت ادفرتايزنج لمده طويله، بس انا لما دخلت الاول قلت انا عايزه اعلام. انا كنت بحب التمثيل جدا، بس كان حاجه صعبه جدا ان انا الميجر بتاعي يبقى ثيتر. فكان اقرب حاجه يمكن اللي انا بحبها وابقى موجوده في اللوكيشن والى حد ما قريبه هي كانت اعلام. فالميجر بتاعي كان ماس كوم. لما اتخرجت عملت تريننج شويه في كذا محطه يعني، بس اشتغلت في ادفرتايزنج بروديوسر، لان بروديوسر ده بيبقى موجود في اللوكيشن واحنا بنصور الاعلانات وبيبقى ماسك البروسيس كلها من اولها لاخرها. حسيت ان دي هتقربني قوي من الحاجه اللي انا بحبها. طيب الاهل اللي كانوا رافضين خالص فكره انك تدخلي معهد تمثيل؟ لا لا، هم ما كانوش رافضين خالص. هم انا عندهم اصلا ما قلت لهمش. طب دلوقتي موقفهم ايه؟ لا دلوقتي هم مبسوطين. مبسوطين؟ مبسوطين. طيب هل فكرتي في لحظه انه مي عمر ممكن في المستقبل تشتغل مذيعه؟ كتير من الفنانين دلوقتي بيعملوا برامج، هل ده وارد على خطتك انه مي عمر في يوم تبقى مذيعه؟ صعب. طيب بواقع دراستك في اعلام جامعه امريكيه، شايفه بتبص لما تيجي تبص على التلفزيون والبرامج والصحافه الفنيه تحديدا بتشوفيها ازاي؟ وانا عارف ان اغلب الفنانين بيعانوا مع الصحافه الفنيه كتير. اشمعنى؟ يعني خلينا نقول لا، في ناس كويسه جدا وفي ناس بتكتب بالظبط اللي انت بتقوله وبتقول يعني بتقول بالظبط الحاجه اللي انت قلتها، وفي ناس بتنقل الكلام بطريقه او بتغير الكلام بعدين يقول لك لا انت قلته كده. طب انا قلته بس مش بالطريقه اللي انت كتبتها بيه، يعني انت يعني ليه تكتب كده؟ ففي حصلت لك كم مره؟ ثلاث اربع مرات بس. انك تبقى قايله حاجه وتقولي حاجه ثانيه خالص. عديتي كام حد كتب؟ لا وفي حاجات واضحه وصريحه يعني. لا انا ما قلتش كده. معلش اصل هم بيحطوا تايتل كده عشان يبيع. طب انا ما قلتش كده يعني. انا بالعكس انا قلت عكس كده بالظبط يعني. كم شائعه طلعت على مي عمر في الصحافه الفتره الاخيره؟ عديتيهم؟ لا مش مهتمه؟ مش قوي. ده سمعتي عن شائعه عمليه تجميل مي عمر عملها؟ قريتها. يعني استغربت شويه. لا ما ردتش يعني عادي. طب ما تردي عليها هنا. عادي، اصل هو واخد مهدين صوره ليا انا اللي حطاها يعني. انا اللي حطاها على الفان بيج بتاعتي. كنت اصغر بس واتخن شويه، فكاتبين شاهدوا مي عمر قبل التجميل، فيعني عادي. اللي هو التجميل انت خسيتي فعلا، لعبت شويه رياضه فخسيتي شويه. قوي اصلا يعني، ده مثلا 2-3 كيلو مش حاجه يعني. طيب الفنانين طول الوقت في مصر بندور لهم على فكره الدور الاجتماعي. بنقعد بره نقرا اخبار الناس اللي موجودين في اي فنانين واي ممثلين كبار بره، بنلاقي لهم طول الوقت دور اجتماعي ودور خيري. طبعا. هل شايفه ان الفنانين في مصر قايمين بالدور ده كما يجب؟ في يعني اعتقد لما بيجي لهم فرصه محدش بيمانع يعني. بدليل يمكن السنه اللي فاتت كان كل الاعلانات اللي معموله بممثلين، وما اعتقدش ان الممثل بياخد اي اجر لحاجه زي كده. فلا هم لما يجي لهم فرصه بتخططي ان يبقى عندك دور اجتماعي زي ما احنا بنقول دلوقتي نتغزل شوفوا انجلينا جولي راحت طبعًا. فين وراحت عند فقراء؟ بتخططي يبقى ده؟ هل بتعملي ده دلوقتي؟ يمكن انا في حاجه قريبه داخلين فيها زي حمله اسمها شركه السعاده. وهي الحمله دي معموله ان هي مختلفه شويه.
ان هما بيقولوا ان مش لازم عشان انت تعمل خير ان انت تدفع فلوس. اه في زكاة ده لازم تعملها كده او كده، لكن في طرق تانية ان انت تعمل بيها خير غير ان انت تدفع فلوس، لان ممكن ناس تستسهل وتقول خلاص هدفع فلوس وخلاص، بس في حاجات تانية، في حاجات زي ان انت تبتسم في وش اللي قدامك، ان انت تساعد الشخص اللي قدامك. فعاملين على كذا يوم، ان عاملين يوم تبرع بالدم ويوم دار مسنين ويوم دار ايتام، عاملين كذا يعني كذا يوم كده بروجرام عشان يفهموا ازاي ممكن يعملوا خير بطرق مختلفة. لان ممكن ان انا ادفع فلوس بس يمكن الفلوس دي مش هتبقى راح في as مكانها صح. effective او as effective as ان انا اروح ازور ناس مسنين هل في واقضي معاهم فنانين يوم. مشاركين معاكي في الحملة دي ولا مي عمر مع ناس لا تانية؟ في ناس كتير، في زي اعتقد مين؟ استاذة الهام شاهين، وفي استاذ محمد صبحي، وفي مين تاني دول، عشان ما ننساش وفي اسماء. هند رضا، دول اللي فاكراهم يعني. طيب الشغل في الاعلانات بقى فادك ازاي دلوقتي وانت في الدراما؟ انا بحس ان اي حاجة عديت عليها بشكل او باخر فادتني. يعني في الاعلانات كنت بحضر البروسيس بتاعت الاعلان من اول ما يعني من اول الكرياتيفيتي بتاعت الاعلان لحد ما بيدخل البرودكشن، وكنت بحضر كنت بعرف اعمل اديتنج كويس قوي، اتعلمت مونتاج كويس قوي. فلما تتعلم مونتاج بيبقى ليك يعني بتبقى فاهم شوية اللي بيحصل بعد كده، بيتقطع ازاي المشهد، نزول اللوكيشن لوحده. يعني اعتقد لو كنت نزلت اول مرة تمثيل وانا عمري ما ورت اللوكيشن دي اكيد كانت خضة رهيبة. فكرة انك بتعلمي مونتاج والكلام ده، هل ده في يوم من الايام لما مي عمر تبقى نجمة هيخليها تتدخل ولا مش هينفع؟ لا اكيد لا. السوبر ستار بتعمل دور بطولة فيلم باسمها او مسلسل باسمها، انا بحس ان ده هنقرا بقى في الجرايد مي عمر قاعدة على المونتاج بايديها، بتتدخل بقى في كل حاجة، قاعدة على المونتاج بايديها، اللي هي اذا كان محمد سامي المخرج يعني، عشان اكيد مش هيحصل تدخل. بصراحة انا بحس ان ده بداية الفشل. انا بحس ان لما الممثل بيبتدي يشوف ان هو فاهم كل حاجة ده بيبقى بداية طريق الفشل، لان هي منظومة كبيرة جدا ولازم تبقى كلها متعاونة مع بعض عشان العمل يطلع كويس. ما ينفعش انا لو شايفة نفسي فظيعة فالعمل ينجح، لا لازم يبقى في ورق كويس، لازم يبقى في مخرج كويس جدا عشان يطلعك كويس، لازم يبقى في مونتير كويس. هي بروسيس كبيره، كل واحد عنده كل شغل، واحد عنده دور. انا دوري ان انا امثل للورق مكتوب وللمخرج يقول لي عليه، بعد كده في مخرج شايف رؤيه يعني رؤيه العمل كله عامل ازاي. تمام. هو اللي شايف اكتر مني، هو اللي شايف اللي جاي قدام، هو اللي شايف سجلوا الممثلين الكلام ده يا جماعه عشان ايه؟ سجلوا لي يا جماعه عشان ربما نطلعه بعدين. خلينا نروح ناخد نهال من اسكندريه. مساء الخير يا استاذه نهال. مساء النور. الو، اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. ممكن اتكلم معي؟ اتفضلي، هي معاكي يا فندم، اتفضلي. الو، ازيك؟ الو، ازيك؟ معايا. ازيك يا نهال؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كويسه. انا عايزه اقول لك ان انا بحبك قوي، واصحابي كلهم بيقولوا ان انا شبهك، وبقوا بيقولوا لي يا شهد بجد. وانا بحبك جدا، وانا والله حبيتك جدا بعد بقيت بتابعك اكتر واكتر. طب قولي شخصيتك زي شهد بقى؟ ايه؟ شخصيتك زي شهد؟ لا. بتزعقي زي شهد طول الوقت؟ بتزعقي زيها؟ لا. طب عبيطة زيها؟ طيب واضح ان في مشكلة في التليفون، بنشكر جدا نهال. فاصل وهنرجع نكلم مي عمر بقى بعيد عن التمثيل حياتها ماشية ازاي، والسينما المشروع اللي جاي وراها في حاجات كده معينة فيما يخص العمل السينمائي في مصر دلوقتي. فاصل، كمل مع مي عمر تاني. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين حوارنا مع الفنانه مي عمر. وقبل الفاصل كنا قلنا داخلين دلوقتي على مرحله السينما. من فتره كده ظهر مصطلح في السينما خد جدل كبير جدا، السينما النظيفه والسينما اللي مش نظيفه. دلوقتي رجعنا تاني نتكلم في الفن اللي لازم يكون ليه هادف وتنموي وتعبوي، والفن اللي لا، الفن للفن. مصطلح السينما النظيفه ده بتشوفيه ازاي؟ السينما النظيفه أذن دون قبلات ودون عري ودون رقص ومش عارف. انا بحس ان السينما النظيفه دي بالنسبه لي يعني هي سينما ليها فاليو او
السينما ليها قيمة يعني. قيمة كمان كفيلم يعني برودكشن محترم او بيحترم الجمهور، لان ممكن يبقى فيلم كوميدي على فكرة بس حلو يعني قيم، لان الضحك كمان هدف يعني، ممكن يبقى الفيلم هدفه الضحك وده نوع من انواع الافلام وشريحة كبيرة جدا بتحبه. يعني في ناس عايزة تدخل تضحك، ناس متضايقة، ناس مكتئبة عايزة تدخل تغير جو، ف يعني عادي ان يبقى فيلم هدفه الضحك. هل بدأت مرحلة السينما ولا لسه؟ يعني لسه لسه في حاجة ولا لسه شوية؟ لسه في حاجة اللي هي؟ لسه يعني لسه في الطريق. مش هقول لسه. طب مين الناس اللي نفسك تشتغل معاهم في السينما؟ مخرجين يعني؟ نفسي اشتغل مع استاذ شريف عرفه، استاذ سارة العريان، محمد سامي طبعا. وتاني بيحصل نفس المشاكل؟ لا لا مش هيحصل يعني. هل حصل ده خلاكي طب انا اشتغلت مع محمد قبل كده على فكره مرتين، ما حصلش مشاكل عادي. ده يخليكي تبقي حذره شويه انت بتختاري المره الجايه تشتغلي مع محمد سامي؟ بالعكس عادي جدا. انا بالنسبه لي اهم حاجه النتيجه. اهم حاجه العمل طلع عامل ازاي، هل في الاخر الدور طلع كويس ولا ما طلعش كويس، الناس زعلت من الدور ولا انبسطت من الدور. اي حاجه بتحصل حوالين ده مش مهمه يعني، عادي عادي. انا حابب روقان دماغك في الموضوع. عادي اعمل اللي انت عاوزينه. ايوه يعني انا مش ده المهم خالص، المهم في الاخر العمل طلع عامل ازاي. المشاكل اللي بتحصل دي في الاخر صدقني كمان 10 سنين لما الناس تفتكر الاسطوره مش هيفتكروا مشاكل، هيفتكروا الادوار اللي طلعت واتعملت ازاي. فانا حاسه ان المهم ان يعني اي ممثل او اي ممثله يركز في الدور اللي جاي، يركز لقدام، يركز في اعماله اللي جايه، يركز يعمل ايه، لان هو ده اللي باقي. صحيح. لكن اللي بيحصل ده مفيش حد يفتكره. طيب طول الوقت لما يكون في ممثله جميله او فنانه جميله، طول الوقت الناس بيشوفوها شويه في ادوار الاغراء. لو اتعرض عليكي حاجه شبه كده، دور بالشكل ده، هتفكري ولا هتعمليه؟ مستحيل اعمله. من غير تفكير اصلا. بغض النظر عن ايه هو تعريفك الاغراء اصلا؟ انا صعب قوي اعمل اغراء، يعني مستحيل تقريبا. هند رستم مثلا؟ هند رستم بحبها جدا. بس هي يمكن اجرأ مني. لا ده انا جايب لك اقل حاجه في الاغراء، امال لو قلنا على التانيين. لا لا صح، ده مرفوض تمام بالنسبه لمي عمر. اللي جاي، طب خلينا ناخد رغده من سوهاج الاول. مساء الخير يا استاذه رغده. استاذه رغده مساء الخير. مساء النور. اتفضلي يا فندم. مساء النور. مساء الخير رغده اتفضلي. كنت عايزه استاذه مي. مي موجوده بتسمعك، اتفضلي. ممكن بس نوطي التلفزيون شويه بعد اذنك؟ حضرتك انا سمعت قبل كده ان بنت الفنانه غدا عادل، هو الكلام ده صح ولا غلط؟ لا غلط. دي اشاعه. شكرا. شكرا يا رضا. انت شبه فلان وقريبة فلان وكلام كتير جدا. بعيد بقى عن الفن، يعني طول الوقت المقارنات شغاله، بعيد بقى عن الفن والتمثيل، حياه مي عمر عامله ازاي؟ انا شويه بزهق من غير شغل بصراحه. يعني عشان انا شغلي القديم كنت بشتغل كتير جدا، فالتمثيل بيبقى شويه فترات بتبقى مشغول جدا وفترات بتبقى فاضي فيها، فيمكن انا واخده قرار ان الفترات اللي انا فاضيه فيها ان انا اركز اكتر ان انا اطور من نفسي، يعني اخد كورسات تمثيل، العب رياضه، اخد يعني حاجات فوكلز، اتعلم استعراضات، يعني ابتدي اخد حاجات ان انا اطور من نفسي، اقرا، يعني بحاول اعمل اكتيفيتيز ان هي في نوعين من الفنانين. فنانين طول الوقت قافلين على حياتهم الخاصه، مش عاوزين اي حد يعرف عنهم اي حاجه، وفنانين عندهم استعداد ان هم ينشروا حاجات عن حياتهم الخاصه ويشاركوا الناس اللحظات دي سواء على السوشيال ميديا او اي وقت. وانت في اسره فنيه، زوجك مخرج وانت ومي عمر ممثله، فبالتالي انتوا يعني خلينا نقول مطمع لكل الناس بتوع الاخبار الفنيه. تقييمك لده ايه؟ يعني انت هتختاري انهي طريق فيهم؟ يعني احنا شويه مش بنحب قوي ان حياتنا تبقى يعني مشاع، يعني زي ما بيقولوا.
في حاجات ينفع ان انت تشارها يعني تشارك جمهورك بيها او تشارك الناس فيها، وفي حاجات برايفت يعني. انت تبقى من الجزء بتاع انه الحياة الخاصة لوحدها. في حاجات يعني في جزء برايفت وفي جزء عادي ان الناس تعرفه. طب الخناقات دلوقتي بقت على مسلسلات رمضان. مي راح مع مين؟ ولا لسه؟ لسه. برضو لسه. مش هناخد قاعد. مش نعرف اي حاجه. لا والله لسه اي خبر بس مي راح والله عني. لسه بتقري ورق قد ايه؟ يعني قد ايه؟ يعني بتقري ورق كم مسلسل؟ اتنين. مع مين؟ لا ما اقدرش انا ما اقدرش ان انا ابقى مسلسل مش عارفة اعمله او لا او عمل مش عارفة اعمله او لا واقول، لان بحس مش من حقي طالما انا ما بعملش العمل ده مش من حقي ان انا اجيب سيرته خلاص، الا لو خلاص انا مضيته ومتفقه عليه وخلاص شهور هعمله ساعتها ممكن اتكلم يعني. طيب خلينا ناخد الاستاذ احلام من اسيوط. استاذ احلام مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ممكن اتكلم الفنانه مي عمر؟ اتفضلي يا فندم. مدام احلام اتفضلي يا فندم. انا مش خالص ان انا بتكلم. ميرسي يا مدام احلام، انا مبسوطه اكتر. استاذه مي وانا فرحانه خالص وبحبها خالص، وعجبتيني خالص خالص في الدور الاسطوره. ربنا يوفقك ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليك، انت جميله خالص. بسم الله ما شاء الله عليك. ميرسي مدام احلام. طيب دي دعوه حلوه جدا. طيب بمناسبه بقى المكالمات اللي جايه من الصعيد دي، هل ممكن في يوم نشوف مي عمر بتعمل دور صعيدي؟ يا ريت. انا نفسي اعمل دور صعيدي ونفسي اعمل دور تاريخي. هل شايف ان احنا عندنا اصلا اي دراما تاريخيه بتحصل دلوقتي؟ يعني شيء هتثقي في حد يدخلك مسلسل تاريخي بنفس الشكل اللي احنا شفناه كل الفشل اللي بيحصل؟ انا ضد التعميم برضه. يعني لا ليه لا يعني. في مسلسلات بتعمل انتاج ضخم جدا وفي مخرجين شاطرين جدا، يبقى ممكن عمل يتعمل كويس. مين الشخصيه النسائيه التاريخيه اللي نفسك تعمليها؟ مش حد معين. مفيش واحده كده مثلا؟ لا مش عاوز اعمل شجره الدر، عاوز اعمل. لا مفيش حد معين. طب هل شايفه انه دور المراه السعوديه بقى سهل عليكي؟ لا بالعكس هو صعب، عشان كده عاجبني. تحدي يعني. اه. طب خلينا نروح ناخد الاستاذه ميساره من اسكندريه. الو السلام عليكم. الو انا بتكلم الاستاذه مي، الفنانه مي عمر. اه اتفضل يا فندم. ببارك لها على نجاح مسلسل الاسطوره. ميرسي. شكرا. وصراحه مسلسل رائع. شكرا. وانت عامله دور اكتر من رائع. شكرا، ربنا يخليك. وصف. شاكرين جدا لحضرتك، واضح ان كله دعوات واشادات. حلو. خلينا نروح بس هعرض لك شويه صور واخد منهم من حضرتك تعليق عليهم. اوكي. اول صوره محمد سامي. ماذا تقولين لمحمد سامي؟ من عبر هذا المنبر. ايه الاحراج ده؟ مش احراج. اولا هتختاري تكلمي محمد سامي مخرج ولا محمد سامي زوج؟ انا بالنسبه لي الاثنين واحد بصراحه، لان انا يمكن محمد انا وهو صحاب من زمان، واحنا لحد دلوقتي صحاب، يمكن احنا اكتر من ان احنا متجوزين احنا بيست فريندز، فبنقعد نتكلم كتير وبنحكي لبعض كتير. هو حاجه هاتوا لنا صوره محمد سامي تاني يا جماعه عشان يسمعنا واحنا بنتكلم. لا عايزه اقول له، عايزه اكيد يعني اشكره ان هو دايما بيقف جنبي، وان يمكن هو مختلف شويه عن شويه الرجاله في المجتمع العربي. مش بيحبوا يشوفوا مراتاتهم ناجحه قوي او مش بيساندوهم قوي في الحته دي. محمد مختلف قوي في الموضوع ده، ان هو دايما بيساعدني ودايما بيبقى عايز ننجح ودايما بيبسط لي اكتر ما انا ببسط. شيء جميل، ربنا يديمها نعمه يا رب. اللي بعده محمد رمضان. محمد رمضان عايزه اقول له يعني ربنا يوفقه في الفيلم اللي بيعمله جواب اعتقال، لان الفيلم حلو قوي ودور جديد وانا متوقعها كبيره يعني ومختلفه. جواب اعتقال. الهجوم المستمر على محمد رمضان شايفاه ازاي؟ نفسنا غيره؟ لا ما اقدرش اقول نفسنا او غيره، بس
طبيعي اعتقد ان لما حد بيبقى ناجح قوي بيبقى فيه هجوم، دي حاجه طبيعيه يعني. غلط لما صور نفسه مع العربيات؟ تقديرك الشخصي. يعني انا ما اقدرش اقول تقديري الشخصي، على قد ما انا عامه كشخص شويه بميل للحريه الشخصيه، يعني as long as ان الحاجه دي مش بتضرني انا شخصيا خلاص ماليش دعوه. بس انا في الاخر سواء هو تصرف صح او سواء هو تصرف غلط، انا شايفه شويه ان الهجوم كان حاد زياده، او الناس بقت عامه حاده قوي في هجومها، ان ممكن يبقى حد ما عجبوش التصرف، طب خلاص يعني ما عجبكش التصرف، لكن الهجوم بقى شويه، المصريين بقى شويه عندهم غضب، يعني اللي هو بقوا دايما بيهاجموا زياده، بيبقوا يعني كل حاجه بقت زياده. اللي بعده فنانة فردوس. مدام فردوس يعني عايزه اقولها ميرسي ان هي في التصوير من اول يوم، يعني من اول ما قابلتني قالت لي مي ركزي في الدور ده وخلي بالك، البنت دي المفروض تعمل كذا ومفروض تعمل كذا ومفروض تعمل كذا، ولا يعني هي رهيبه. تفتكري اي دور من ادوارها القديمه يعني وانت كنت افتكر بتاع المش في المشمش، هم اللي قالوا لي في المشمش طبعا، ده كان مسيطر على ذهنك؟ ايوه كنت بحبه جدا. اللي بعده نسرين امين. نسرين امين لا تعليق. ممكن تشتغلي معاها مره تانية؟ اشتغل معاها، ما هي نسرين عادي يعني، هي مش الكلام ده لو هي بطله المسلسل فساعتها تقول لي اشتغل معاها او لا، بس يعني لو اتعرض عليكي دور في مسلسل جاي ونسرين وهي فيه يعني عادي، المشكله. اللي بعده مي عز الدين، بحبها جدا مي عز الدين. مي انا اعرف مي من زمان قوي، من ايام اشتغلت مع بعض في حاله عشق. بس انا اعرف مي لان هي عملت يعني اعرفها من خلال محمد من زمان يعني. فكنت اعرفها من زمان وكانت تقعد تقول لي ايه مش هتمثلي بقى ومش عارف ايه. يا كانت بتزقك على التمثيل. اللي بعده غادة عبد الرازق. غادة عبد الرازق هي ما عنديش حاجه اقولها لها. هي دخلت مشكله كبيره جدا مع محمد قبل كده. هل ممكن في يوم من الايام بطوله مسلسل او فيلم مع غاده عبد الرازق ممكن مي تشتغل معاها؟ مش عارف. اللي بعده مبارك. مبارك اقول له ايه؟ تقولي ايه او تقولي عنه ايه كما تحبي؟ يعني اقول يا ريت ان هو كان خد باله يمكن من الناس اكتر من كده، لان ما كانش ده كله حصل يعني، كان هون حاجات كتير، وكان في حاجات كتير كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير. ان هو يمكن اللي اعرفه يعني ان هو في الاول اول ما مسك كان بيعمل مجهود وكان كويس جدا، في الاخر يمكن كان تعب شويه، فاعتقد ان الشخص لما يحس ان هو مش قادر يشيل مسؤوليه كبيره صح انه يتقاعد يعني، ويسيب حد تاني يشيل المسؤوليه. اللي بعده مرسي. ما اعرفش يعني، انا يمكن زي ما قلت اول ما مسك انا كنت من الناس اللي كان حاسه ان ايه ده، لا ممكن يبقى احنا الفكر اللي عندنا غلط او احنا فاهمين غلط. وخيبوا ظنك؟ لان كان كل الكلام حتى في الخطابات كان متوجه لناس معينه مش لكل الشعب، فدي حاجه غريبه، لان انت لما نجحت الناس كلها انتخبتك، فلازم بعد كده تبقى انت بتعمل لمصلحه الشعب المصري كله وبتكلم الشعب المصري كله مش جهه معينه. تمام. لان الجهه دي لوحدها مش هتنجحك. طول الوقت الناس بتقعد تقول مي متضايقه علشان اللي بيحصل في الاهلي، مي اهلاويه. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في الاهلي؟ الاهلي دايما بيكسب. الاهلي بيخسر. فا ايه بقى؟ لا انا ماليش في الكوره بصراحه، مش متابعه كوره، بس انا اتولدت اهلاويه. يعني بس ماليش ومش متابعه كوره يعني. مش بتزعل؟ بيقولوا مي زعلانه جدا اهلي. لا خالص. عادي.
أولا أنا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، ونتمنى لك يا رب الفترة اللي جاية تكون فترة سعيدة على المستوى المهني، سواء في الدراما أو في السينما، وإن شاء الله نشوفك في المسرح قريب جدا إن شاء الله. جديدة. كان معانا النهارده الفنانة مي عمر، ودي كانت حلقتنا النهارده من أسر الكلام. بكرة إن شاء الله يكون لحضراتكم لقاء مع حلقة جديدة مع الأستاذ خالد صلاح في برنامج على هوا مصر، وإن شاء الله نشوف حضراتكم يوم الخميس اللي جاي.